السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بحلقه جديده من سلسله المهام السريه المحذوفه الخاصه بلعبه جي تي اي 5. هذه المهام ممكن ان سنقوم بنشرها يا اصدقائي الاوفياء، انا والصديق الذي قمنا بطبيعه الحال باستخراج هذه المهام. سأستعمل الحياه الدائمه لان حدث جليتش، وساخبركم لماذا. ببساطه لان مايكل كان يتحدث اصدقاء مع اولئك الاعداء وقالوا له هناك نوعيه من الافلام لا يجب عليك نهائيا يا مايكل ان تتدخل فيها وان تقوم بتسجيلها وصناعتها، فاذا بنا نتفاجأ بان اولئك الكلاب يقومون بتسجيل علينا عشوائي جدا. لهذا السبب قمت بتشغيل الحياه دائما لكي لا يحدث اي مشكل. كما قلت لكم، بعض من المهام فان تكون فيها الجليتشات، البعض الاخر لا تكون جليتشات. وممكن يا رفاق باننا سنقوم بنشر هذه المهام بعد الانتهاء من هذه السلسله، ممكن حينها فان صديقنا سيكون قد قام بنشر المهام. لا اعرف لماذا لا استطيع التحرك بالشخصيات فانها مجمده. هيا دمرهم يا مايك. ساحاول تدميرهم انا كذلك وساعدك يا مايك، لا تقلق لان بعد ما ركبت اصبحت استطيع الان التحرك. جيد، قمت بعنايه. ساقوم كذلك بحذف نجمه رجال الشرطه باستعمال الموطات. هيا مايكل اركب وخذنا للمكان الذي تريد اخذنا له لكي تستطيع انتم كذلك تجربه هذه المهام السريه يا اصدقاء. وسنسهل عليكم الماموريه، ما عليكم فعلها فقط هو تنصيب احد الموطات، وبهذا ففي امكانكم لعب هذه المهام. نحن سنقوم باستخراج الكودات وسنقوم يا رفاق بزرعها في احد الملفات، وكل ميشن سيكون لديها ملف خاص بها، ما عليكم فعله فقط وضع ذلك الملف في السكريبت، وبعدها يمكنكم يا رفاق تشغيل هذه المهام بدون دخول لا لكودات اللعبه ولا اي شيء. الان ساقرأ الحديث لكي اكتشف عما تدور بالضبط هذه المهام، وبعدها ساعود لكم. المهم مايكل لقد قال لي بان هناك هليكوبتر في هذا المكان، كان علي النزول صراحه من البدايه لكني لم اقرأ الحديث. الان قرأتها، انتظر ونكشف. نعم الهليكوبتر فانه هناك. بعدها الشيء الذي سيفعله الان مايكل هو ان سيذهب سيتحدث مع سيميون، وحينها سيتصل بليستر لكي يساعدنا ليستر في فعل تراكين لأولئك الكلاب الذين يسوقون الليموزين. ان أولئك الاشخاص ارادوا التدخل، وكلنا يعرف بان مايكل لازال لديه هذا البيزنس الخاص بالافلام ولا يريد من اي احد ان يزعجه، وجميع الارباح الخاصه بالافلام فان سيكسبها مايكل بطبيعه الحال. هذه المهمة اصلا فانها موجودة في السلسلة، شركة روكستار جيمز قررت حذفها، لست متأكد بالضبط. في القريب العاجل ان شاء الله صديقنا فان سيقوم بنشر هذه المهام مع الشباب على موقع الخاص بالموضات، وسأظهر لكم الرابط يا رفاقي. ممكن أن يكون أصلا لقد قام بنشر بعض من المهام بطبيعة الحال. هل علي انتظار مايكل أمام الباب لأن العلامة الصفراء تظهر هنا؟ ولقد ظهر مرة أخرى شخص آخر. هاو هؤلاء الكلاب لقد قاموا بالهجوم علينا يا أصدقاء. حسنا I will look بوم. هيا أسقط الأرض. جيد، الكلاب هنا لا يحترموننا نهائيا. مايكي الأمور بخير وعلى خير؟ You have found the yes okay. Lister is connecting us to the limo. هي بسرعة يا صديقي. ليستر الآن سيتتبع تلك الليمو، وفي أي لحظة سيرسل لنا الكوردينيشنز لكي نستطيع اللحاق بأولئك الكلاب. أي شخص حاول التدخل في مشاريع مايكل وفي مشاريع تريفر فيليبس اندستريز سيتم تدميره. الهوك ها هو، لقد قمت بإنزاله. الآن ما سأفعله ببساطة هو أني سأقوم بحملهم وسنقوم برميهم في البحر لكي يغرقوا. اقتربنا من الوصول منهم، لكن الكلاب فإنهم مسرعون جدا. ها هي الليمو، لقد رأيتها. المشكل كيف سأستطيع حملهم يا أصدقاء؟ وهم مسرعون بتلك الطريقة. أول شيء سأفعله، حسنا هاتي مع الأسف هناك تلك اللافتات الخاصة بالطريق ستمنعني يا رفاق. رغم كل هذا سنحاول حملهم. هيا بسرعة شي هيا. لم أحملهم هيا الآن. انتظر واو شي أين سيمرون الكلاب؟ كلاب مغفلون. واو علي انتظارهم الآن في الضفة الأخرى، وبعدها حملهم. هيا الآن فرصتي راقبوا. نزلت دمرت تلك السيارة لكن لم أستطع حملهم بعد. من الصعب فعلها، أنا لست محترف بهذه الدرجة. هيا ممتاز حملتوها. ليتس جو. يا للروعة، تم حملهم. الآن ما عليهم فعله فقط هو الخروج. إذا كان لديهم باراشوت بطبيعة الحال. شيء ذلك الشخص هو اللي سأل أن يحاول السياقة. حانت لحظة تراميكم يا أيها المغفلون الكلاب. لا أحد يتعدى علي، كاد أن يقتلوني هؤلاء المغفلون بعدما جاءوا قاموا بالتسجيل علي. إذا تذكرتم الآن لحظة الانتقام. اسمعوا يضغط على بوق السيارة. عرف بأننا اقتربنا من راميه. المنطقة بعيدة جدا، وسط من البحر. لا تقلق اقتربنا من الوصول للمكان. فقط توقف عن الضغط على بوق السيارة، لقد أزعجتني في رأسي أيها المغفل. حسنا هيا انزل. كولكت ذا فيكل. كيف يعني كولكت ذا فيكل؟ الهدف هو رميها وسط من البحر. قمنا برميها وسط من البحر. جيد، ماتوا لقد سمعتهم. سأحاول ركن الكارغو بوب هنا، رغم ان هذا الكارغو بوب فانه كبير. قمنا بركنه. جيد، رغم انه عملاق استطعنا ركنه. مايكي سأذهب الان عندهم وسأكتشف
لماذا الكاتسين لم تبدأ؟ هم الكلاب غرقوا، هذا ما علينا فعله، لكن اللعبة لازالت تطلب مني حامل هذه السيارة. سأعيد حمل السيارة مرة أخرى. جيد، ضرود الليمو in the ocean، نفس الشيء فعلناه. في هذه الأثناء الشيء الذي سأفعله، لن أقوم برمي الليمو في الأوشن، بل سأرمي نفسي كذلك مع الليمو، أو لا أعرف، لأنه منطقيا يجب أن تظهر تشيك بوينت هنا الآن لكي تضرب فيها ويتم تسجيل المهمة. وهنا نعتقد بأن تشيك بوينت فإنها غارقة شيئا ما أسفل من البحر. نعم، وهذا مشكل كبير صراحة، يعني لن نستطيع تتم تسجيل المهمة فقط إذا وجدنا تلك تشيك بوينت. أنا الآن فوق من تشيك بوينت، استعملت النوكليب، وكما تشاهدون يا أصدقائي لقد غرقنا كثيرا، لكن لا وجود التشيك بوينت. وهنا نستنتج بأن هذه المهمة التي استطعنا فتحها فيها الجليتشات مع الأسف يا أصدقائي الأوفياء لن تستمر. لكنني سأظهر لكم مهمة أخرى الآن قمنا بفتحها يا رفاقي، مهمة مميزة جدا صراحة. أما بالنسبة لهذه مع الأسف لن نستطيع تتمتها ببساطة، لأن هنا حدث الجليتش والتشيك بوينت غير ظاهرة في هذه المهمة بالضبط. الشيء الذي سنفعله هو أننا جئنا للمطار، وسنذهب إلى أين سنسافر لا أعرف، مطار لوس سانتوس إيروبورت. ها نحن يا أصدقائي سنذهب الآن وسنسافر أخيرا. إلى أين سنسافر لست متأكد، لكن الشيء الذي أنا متأكد منه هو أن فرانكلين ولمار لديهم أمر من شخص ما، مهمة عليهم فعلها، لهذا السبب هم متجهون الآن نحو المكان المعلوم. وصلنا أخيرا للمنطقة، لكن لست متأكد شيء الذي حدث ببساطة. هناك سيارة يا رفاق هنا في هذا المكان، هو لمار، لمار جاي، ممكن أنه ذهب للمقهى هناك أخذ قهوة، والآن سنصعد في هذه السيارة. ولست متأكد شيء الذي سنفعله، هذا المكان أتوقع أتذكره، لقد جئنا لنورشياكتن. لمار قال لنا بأن علينا الالتقاء بشخص ما اسمه جيرومي، ذلك الشخص فإنه هناك، لقد رأيته، هناك سيارة ظهرت. بالنسبة لجيرومي لسنا متأكدين ماذا يفعل هنا، لكن لامار قال لنا بأن هذه هي المنطقة التي عليك المجيء والاختباء فيها إذا قمت بفعل الجرائم، وبالفعل ها هو جيرومي. جيرومي أصلا وصل سابقنا لهذا المكان، سنلتقي به 100% هو مع نفس العصابة التي نحن معها. جيرومي كيف حالك يا جيرومي؟ A cold for penguins but all good. المكان بارد لم يعجبه، لكن المهم هو أنه استطاع الهروب من السلطات وجاء لهذه المنطقة. This is not Los Santos. بطبيعة الحال هذا المكان فإني أتذكره جيدا. هناك أشخاص بالخلف منا، هل هم معنا؟ قاموا بالسيطرة على المقبرة، فكلنا يتذكر هذه المقبرة تم السيطرة عليها سابقا من طرف الصينيون عندما قاموا باختطاف مايكل، لكن هنا العصابات لقد جاءوا. Let's go to talk to them. الآن سنتحدث مع الأصدقاء في هذا المكان، لكن علي الحذر يا أصدقاء، ممكن أن تحدث كارثة، ممكن أن يهجم علينا الأعداء. السلام عليكم يا رفاقي، كيف حالكم؟ هل رأيتم سي جي؟ something wrong، مشكل، رجال الشرطة، عرفت بأن الكارثة ستحدث مع هؤلاء الأشخاص، دائما مشكل، عرفوني، they don't identify me. لا، الأمر غير معقول هذا. لحد الآن فإن فرانكين يتحرك لوحده، علي تغيير الملابس لكي لا يكتشفوني. سأتي إلى هنا، سأحاول مساعدة الشباب من الخلف، لأن الكلاب، رأيتهم، كلاب قوم بالإحاطة بهم، لا تقلقوا، سأقوم بتدمير الأعداء. أين رجال الشرطة المخفى؟ ممتاز، دم لم يفهم أي شيء رجال الشرطة. انتظر، هناك رجال شرطة آخر، لقد رأيته. رجال الشرطة جاءوا، أحاطوا بنا، عارفونا، كأنهم لحقوا بنا. هناك رجل شرطة هنا، نعم هو، رجل، ممتاز، دمرتهم، دونت وري، أنهينا رجال الشرطة، أصدقاؤنا، مساكين لا، كذلك أعضاء العصابة المساكين لقد ماتوا. بعض من أعضاء العصابة ماتوا. Let's get out of here my friend Lamar قبل أن يأتي الدعم، رغم أني لا أتوقع بأن الدعم سيأتي، الدعم سيتأخر. سنحاول الهروب نهائيا من هذا المكان، أتساءل كيف إمكاني العودة. Go under the railroad bridge، سنحاول الاتجاه الآن أسفل من railroad bridge. We need to talk، صديقنا لقد أرسل لنا رسالة، صديقنا الآخر الذي تحدثنا معه، يعني أنه هو هرب، نحاول الالتقاء به أسفل من البريدج الذي فيه المخلوق الفضائي. إستر إيج الخاص بالمخلوق الفضائي، أغلب الشباب فإنهم يعرفونها الآن. إذا كنت يا صديقي لا تعرف هذه الإستر إيج، فأعتقد بأنك كنت نائما أسفل من حجارة واليوم استيقظت. المهم هناك مخلوق فضائي في هذا المكان، إذا ركزت جيدا يا رفيقي. Is this the real road؟ نعم هذا هو الريل رود. جيرومي جاي، أنا سأتي عندك، فقط ابقى هناك يا صديقي جيرومي. المشكلة يا أصدقاء هو أن الشباب توقعوا بأننا قمنا بخيانتهم، فقال لنا جيرومي بأن يجب عليه الابتعاد من هنا. هم يلحقون بنا الآن، إلى أين سأذهب؟ Get out of here. Bye. تحياتي لك، شكرا يا صديقي جيرومي. جيرومي توقع بأننا نحن هم السبب، ومع الأسف مرة أخرى نجمتان
لرجال الشرطة يجب علينا الهروب من رجال الشرطة. نحن الآن ملاحقون من طرف العصابات ومن طرف رجال الشرطة، لأن العصابات اعتقدوا بأننا نحن من أحضر رجال الشرطة. لمار دائما يدخلنا في مشاكل كبيرة جدا، والثلج لتوسقت لأن السيارة تنزلق كثيرا في الطريق. اللعبة طلبت منا الذهاب لمنطقة البنك، هنا الحراسة مشددة، ماذا نفعل؟ لماذا طلبت منا شركة روكستار جيمز المجيء بالضبط لهذا المكان؟ لن ندخل للبنك، سنأتي إلى هنا، لكن هذه هي طريقة الدخول بطبيعة الحال. مشكل، نزلنا اوتوماتيكيا. هناك طائرة، ليتس جو. لقد رأيت طائرة في تلك الضفة. الحمد لله استطعنا الهروب من رجال الشرطة باستعمال الموت. اللعبة تريد منا الذهاب لتلك الطائرة، وكما تشاهدون فرانكي فإنه يتحرك لوحده، لهذا السبب سأقوم بمساعدته باستعمال النوكليب. ونحن الآن سنحاول إصلاح تلك الجليتشات بطريقة معينة، لأنهم طلبوا منا الركوب في هذه الطائرة. الآن ضغطت على F، لا أستطيع الركوب، سأحاول استعمال المضاد لكي نركب هنا ونأتي لتليبورت إنتو. لا، لست متأكدين أصدقائي لماذا لا نستطيع الدخول لتلك الطائرة بالضبط، رغم أن هذه الطائرة هي الكلوزست فيك الخاصة بي. لا أستطيع الآن تحكم، نعم أستطيع الآن تحكم في الشخصية، يعني في إمكاني الركوب، وهذا شيء جيد. تليبورت إنتو كلوزست فيك، نافعتنا صراحة. إنهم طلبوا منا الركوب هنا. أوت أوف هير، هيا لمار اصعد. لمار بما أنه تم برمجته لكي يلحق بكم ويقوم بمساعدتكم في التسديد، فكما تشاهدون مباشرة بعد ما ركبت في الطائرة، ها نحن صعدنا، لكن البرمجة كانت ضعيفة جدا هنا لأنه ذهب وقرر الدخول للبنك، كأنه تذكر البرمجة القديمة الخاصة بسرقة البنك. وفي الحقيقة يجب علينا ركوب الطائرة والهروب، إن رجال الشرطة يلحقون بنا، كذلك العصابات لا يشكون فينا الآن. من الضروري الذهاب والعودة للوس سانتوس على ما أعتقد. طريق العودة للوس سانتوس لا أعرفها، لكن سأنتظر حتى تظهر تشيك بوينت أو ويب بوينت، وبعدها سنتجه نحوها مباشرة، أو أن المهمة ستنتهي وستكون هذه هي رحلة حلقة اليوم. وبعد الابتعاد حدث شيء ما هنا يا أصدقاء في الكاتسين، لكن الآن ظهرت الويب بوينت، كأن حدث خلل يا أصدقاء في هذه المهمة، مهمة غريبة. سأتجه الآن نحو تلك الويب بوينت وسأكشف. بالنسبة للمار اختفى، لا أعرف أين ذهب لمار، هل قام مثلا بأخذ تلك الطائرة وذهب وأنا نزلت بالباراشوت لهذه المنطقة، لكنني سأتجه نحو التشيك بوينت وسنكشف الأمر. جئت للتشيك بوينت وبالفعل جاء لمار معي. لقد جئنا للمطار كما تشاهدون. جيد، ماذا سنفعل الآن؟ ريسك ذا تايم، رجال الشرطة هاز بين ليفت، الحمد لله، يعني أن رجال الشرطة أمامنا لن يقوموا يا أصدقاء بالوصول لنا، والسيارة لقد جاءت، ممكن أنهم اتصلوا بفرانكلين أو تريفر لكي يقوم بحضرها، وأتوقع بأن هذه ستكون هي نهاية المهمة ببساطة، لأن فرانكلين سيوبخ لأن لمار وسيقول له أرسلتنا كدنا أن نموت، وضعوا لنا فخ مع رجال الشرطة، الآن العصابات فإنهم يكرهونك ويكرهونني لأنهم اعتقدوا بأننا حضرنا لهم رجال الشرطة. فركبنا السيارة وسنعود الآن للمنزل. كانت هذه هي المهمة بالضبط، مهمة غير منتهية كما قلت لكم، وفي التختيم لن تتعدوا 10 دقائق إذا قررتم فعل هذه المهمة بسرعة.